خلينا بس نفكر حضراتكم بحاجه تانية. تعرفوا انتوا مفيد فوزي طبعا، مين ما يعرفوش؟ كلنا عارفين مفيد فوزي وعارفين مدى صلابه وثبات مفيد فوزي في 25 يناير ودعمه لمبارك رغم كل الظروف اللي حصلت، واستمرار دعمه حتى هذه اللحظه، دعم كل المنظومات المتعاقبه اللي جت مبارك، المجلس العسكري، عبد الفتاح السيسي، كله قوي ثابت على رايه لا يتغير. الراجل غلط غلطه بسيطه قوي، جه على مصر اليوم وقام كاتب مقاله صغيره يتكلم فيها عن وضع الاعلام في مصر. طب بسيط، مفيد فوزي كتب مقاله صغيره كده اسمها شيء من الخوف، بسيطة قوي، مقالة قد كده، وراجل ايه تاريخ نضال طويل لكل الايه المنظومة القمعية اللي بتحكم مصر، نظام يعني خط دفاع اول لحماية مبارك ونظامه، لحماية المجلس العسكري ونظامه، لحماية المجلس العسكري الحالي اللي على رأسه عبد الفتاح السيسي. غلط، بس لما غلط السكاكين نزلت ايه؟ عشان اقول لك في تعبير وحريه تعبير وحريه راي وحريه ابداع وحريه فكر. ما تيجوا نشوف بقى عملوا ايه في مفيد فوزي الراجل الاول بتاعهم. نشوف عمل ايه. لما مفيد فوزي بس حب يقرب ويقول لهم ما ينفعش يا جماعه، ما قالش ده المنظومه الامنيه بنت 60 في 70 ولا قال ولا عاد، الراجل كتب مقاله صغيره جدا شايف انه سيطرة المخابرات العامة على الاعلام مش حلو، ورأيه يا جماعة شيء من الخوف. الراجل بيقولك انا عندي حالة يعني خوف بسيطة، اتمنى انه الكلام ده يعني تسمعوه مني. وطلع الاعلام يكنس في مفيد فوزي، يقولك الصحفي الممحون، ويطلع أنديل يقول لك عمري ما سمعت عنه، ده صحفي معرفش سلك معرفش اسمه ايه وايه، ومسخوا راجل نفخوه علشان طلع قال كلمتين. تاريخ طويل عشرات السنوات من النضال للأنظمة القمعية لصالحها، من مبارك يا معلم إلى المجلس العسكري طويل، راجل صاحب نضال لدفاعنا الايه للنظام القمعي، اتاكل بالقفة، والله العظيم بالقفة. وفي فيديو تاني برضو يبدو انه تحوله الى انه يتجاب اسمه بطريقة او باخرى، الفيديو ده كمان لما اتكلم عن الضابط اللي بيدير الاعلام وبينفذ التعليمات ويقولهم ايوة نفذ، ايوة الرسالة على الموبايل تنفذ او ما تنفذش. ما نشوف برضو مفيد فوزي كان بيقول ايه على الفيديو اللي هنشوفه مع بعض ده كمان. الراجل كان بيسمع التعليمات، وابراهيم الخولي كان بيكلمه، اشرف الخولي كان بيكلمه، وبي الراجل بينفذ التعليمات، ولا الكلام اللي بنقوله كذب؟ اهو كذب يا جماعه، اهو واقع حقيقه، كلام على الترابيزه. اشرف الخولي بيكلم ويقول له اطلع قول واطلع ما تقولش، ينفذ التعليمات او ما ينفذش التعليمات، هو ده اعلام النظام، هو ده اعلام السيسي، الكل شغال بريموت كنترول، هتخالف هنطلع ننفخك، هنقول عليك ممحون وهنقول عليك بكده وكده وكده، وعمرك ما كتبت في جورنان صح، ده انت مش عارف سارق مقالات، هيطلعوا ينفخوك. لازم تفضل دايما موطي لتحت وبتسمع الكلام.